كرة طويلة تمشي للطرف. توني كروس مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. كرة ستعود من ركنية للبلانكو. يدي ليش طفي الليتات؟ وليش كل هالليتات؟ شغل الليت اللي محتاجه. ليش كل هالصرف في الكهرباء؟ انت تدري ايش كثر العالم تشقى علشان انت تشب اللمبه؟ ايش داوي يدي كلها لمبه؟ لمبه ها؟ خل اقول لك شلون توصلك الكهرباء لا بطلت هاللمبه. شوف يبا، الكهرباء علشان توصلنا تمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة التوليد، وتكون في محطات التوليد الموجودة بالكويت، واللي يتم فيها تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية ومنها إلى طاقة كهربائية. وهذا شيء ما هو جديد عليك، أكيد ما أعطينك إياه في المدرسة، وأكيد الدولة في هالعملية قاعدة تستهلك مواردها الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى وفرها لهالبلد الطيب، واللي منها ماء البحر والنفط. انت تدري اش كثر كمية النفط اللي يحرقونها كل يوم علشان تتوفر لك خدمة الكهرباء؟ هذا بس في المرحلة الأولى. عيل شلون المرحلة الثانية والثالثة؟ زين يدي، ايش المرحلة الثانية؟ اها، يسمونها مرحلة النقل، واللي يتم فيها نقل الكهرباء من محطات التوليد الى المحطات الرئيسية في المناطق السكنية، وعن طريق الخطوط الهوائية الكيبلات اللي على التيلات. وهذه الخطوط تحتاج صيانة وتنظيف علشان نضمن كفاءتها وجودتها على مدار السنة، وما يحتاج أقول لك خطورة هالعملية وتكلفتها العالية. أما المحولات الرئيسية اللي دورها تخفيض جهد الكهرباء وتنزيله علشان يتم إرسالة للمحولات الفرعية الصغيرة اللي موجودة في المناطق السكنية. كذي يدي شلون تصل الكهرباء؟ يبا لا تستعجل على رزقك. تبقى عندنا المرحلة الثالثة واللي ينقال لها مرحلة التوزيع، وهي المرحلة الأخيرة في توصيل الكهرباء للمستهلكين، ويتم فيها توزيع الكهرباء على كل المناطق السكنية والمشاريع الحكومية والتجارية اللي منها المجمعات والأسواق، وطبعا يتم تصميم الشبكة بناء على الأحمال المطلوبة. وطبعا في أقسام خاصة للإنشاءات وللصيانة والطواري، شغالين 24 ساعة، لا قدر الله إذا صار شيء في الكهرباء على طول يونك. وترى يبا وزارة الكهرباء والماي فيها إدارات وأقسام وايدة تخدمنا على مدار الساعة، وكل اللي يديرونها سواعد كويتية أبية ما همهم إلا خدمة هذا الوطن. عرفتوا يا يبا ليش أقول لكم حافظوا على الكهرباء؟ إيه عرفنا. وين رايح؟ راح أطفي الليل. عفية يا ولدي عفية.